10 مستوطنين هنا قاعدين قطاع طرق هذول قاعدين هنا عصابه مسويين والشرطه عرفتهم بالاسم على بس بس بدنا نحمي الارض اوكي بدنا نروح انا بدي اعطي تبعتين ممكن تكون هذا بيطلق فيش يعني هذا معدوم نهائيا يعني هذه يعني هذا مش راح يطلع وهذا مش راح يطلع بحر هذا تطلع كيف مشلخة تشل اخوات كل رن عليه تليفون قال لي يا ابو عارف في زيتون بلاشي مش ثلاثه مشلخه تحت الزيتون تحت نايم تحت في الليل لك زي ما تكون صور وشاف لك شنطات موبايلات وراها ليش كم خير الكابتن رافض 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 الله يسلمك نعم لا لا تحت شوية كمان وين كذا كل اللي أنت تطلق هاد بدك تطلق زي هادي على الفاضي يعني وين شو بدك تطلق إيش بكينا من عندي وخلص يلا إيش بك امسك عديت قديش قديش هاد 250 عديت أكيد أكيد بدك تقدر تعد أخرى مرة لأن هن بيحرقوا مساجد بيحرقوا بيوت هذاك الزيتون الأخرى حرقوه كل سنة مزبوط مزبوط حتى في لا تولى رجعه